هقول بس المرة دي عن جدارة وحق. صباح النصر، صباح الفرحة على كل جماهير الأهلي في كل مكان. يعني بنقول تتويج الأهلي بطل لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة الحمد لله في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، كان 2-1. ماتش جميل جدا بملعب استاد القاهرة الدولي، زي ما بنقول كده كان الماتش ده مصدر للفرحة، والانتصار ده كده أدخل السعادة على كل الأهلوية. مبروك علينا كلنا من كل مكان في العالم، بنبارك لحضراتكم ألف ألف مبروك، ويا رب كده انتصارات. لسه عايزين مزيد ومزيد من انتصارات في البطولات اللي جايه باذن الله. صباح الفل، صباح العسل. وجمله صباح النصر اللي انت دايما بتصبحي على الناس بيها كل يوم ابتدت تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ. بطولات تلاقي، ارقام قياسيه تلاقي، انتصارات تلاقي. طبعا كالعاده النادي الاهلي كما عودنا دائما نادي كبير، نادي تقيل، يعني عين اعيان افريقيا. عين اعيان افريقيا بالمعنى الحرفي طبعا. والف الف مليون مبروك لكل حضراتكم، كل جماهير النادي الاهلي، الناس اللي في ظهر كل اللعيبه، اللي في ظهر الجهاز الاداري والفني، اللي في ظهر كل المسؤولين وكل القائمين على هذا الكيان العظيم. مليون مبروك، وان شاء الله الى المزيد من الانتصارات. طبعا يعني شيء لطيف جدا لما طبعا نحضر كلنا لحظات من اجمل ما يمكن، تتويج الاهلي بطلا لدوري ابطال افريقيا. ده في حد ذاته عزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، رافعا رصيده الى 9 ألقاب، فيما طبعا بطبيعه الحال تجمد رصيد الزمالك في البطوله عند 5 ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا، علما بانه كان احرز اخر القابه الخمسه في بطوله عام 2002. كمان نقدر نقول انه بتحقيق الاهلي لقب بطوله دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه في تاريخه، بكده بيصعد الاهلي الى بطوله كاس العالم للانديه اللي ان شاء الله هتقام في الفتره من 1 وحتى 11 من فبراير من العام القادم. ومليون مبروك على كل حضراتكم. انا بس عايزه اضيف كده اضافه من عندي، يعني انا حاسه والله اعلم ان احنا وشنا حلو على النادي. والله يا رب دايما، يعني يا رب دايما. يعني انا حاسه احنا دوري حصل، دوري ابطال افريقيا حصل، ولسه كمان ان شاء الله. يعني بص الحمد لله يا رب دايما كده يبقى وشنا حلو، بس خطوه احنا اكيد سعداء ان احنا جزء كمان منها، ان هو اتحقق هذا النصر بعد 7 سنين، وفكره ان احنا نبقى موجودين اكيد دي حاجه. يعني حتى الناس على تويتر كان بيقولوا وشكوا حلو، وشكوا حلو، فانا قلت خلاص بقى يبقى وشنا حلو. يعني صدقت يعني. فيا رب دايما كده نبقى سعداء. كان يوم احنا يمكن كلنا يعني سواء فريق الاهلي او فريق الزمالك الناس كانت كلها على اعصابها، لكن احنا كان عندنا ايمان. وعايز اقول لك على حاجه بقى، والسكرين شوت موجود. والله العظيم كنت بتناقش مع، ما تقوليش قلت 2-1. طب والله العظيم، والله العظيم انا بالظبط كده كنت بتكلم مع مودي الجرحي، اوكي، فريق اول في كره سله في النادي الاهلي، وكان بيقول لي انا عندي توقعاتك وعندي سكرين شوت. قلت له مودي احنا هنفوز 2-1 بس، والسكرين شوت موجود يا جماعه، انا مش هتكلم كتير. وقال لي هيبقى ليكي هديه، بس لسه ما شفناش الهديه. طب اسخني معانا بقى في كاس العالم للانديه، توقعاتك الحلوه ربنا يتقبل ان شاء الله. الحمد لله كان ماتش جميل جدا.